من الحاجات المهمة جدا اللي احنا متعلمها من الفيزيكس ان احنا نقدر ان احنا نبسط المسألة بتاعتنا او نحطها بشكل موديل، والموديل دوت نقدر ان احنا نسيمبليفاي فيه بحيث ان احنا نخليه في الاخر ممكن ان هو يتحل. اوكي، فيعني دي اهم حاجة في الفيزيكس، يعني مش شطارة ان انا احط المشكلة بتاعتي بشكل معقد جدا او بشكل يعني يقارب الحقيقة بشكل كبير، بس في الاخر ما اقدرش احله. لو انا عندي موديل، الموديل دوت بيقدر ان هو يبسط بعض الحاجات اللي موجودة في الواقع، بس في الاخر بقدر احصل منه على نتيجة، ده بيبقى افضل كتير جدا من الموديل اللي هو بيبقى اكزاكت بس ملوش حل. كمثال على كده، لو انا بتكلم ان انا عايز احسب number of cells in the body، اوكي، لو انا بتكلم على الحاجه الاكزاكت، طبعا في غايه الصعوبه ان احنا نحسب حاجه زي كده، هنضطر ان احنا نقسم بقى الهيومن بودي ده لاورجنز، وكل اورجن ببقى عارف تقريبا السايز بتاع السيلز بتاعته عباره عن ايه، فبحسب بقى كل اورجن لوحده، بشوف بقى الاماكن الفاضيه اللي في جسم الانسان عباره عن ايه، واطرحها من الحاجات اللي انا بحسبها، وده طبعا في الاخر ما بيوصلنيش ان انا اقدر احسب حاجه، هتبقى طبعا مساله كبيره اولا، وفي الاخر ممكن ما احصلش منها على حل ثانيا. اوكي، ففي الفيزيكس نقدر نعمل حاجه ظريفه قوي، يعني نقدر نسيمبليفاي البروبلم بتاعتنا بان احنا نأسيوم سمبل شيبس اند يوز افريج سايزز. كمثال، انا عندي دلوقتي عايز احسب نمبر اوف سيلز ان ذا بودي، يبقى ممكن اعمل حاجه ظريفه جدا، ممكن احسب البودي ده عباره عن حاجه زي متوازي مستطيلات، واقدر احسب السيل دي عباره عن كيوب. اوكي، وتخيل ان الهيومن بودي ده عباره عن اكني بالظبط كده ببني جدار من السيلز عشان ابني بيه الهيومن بودي. اوكي، ففي الاخر بيبقى عندي متوازي المستطيلات ده، وبيبقى هو مليان كيوبيك سيلز، فبيسك لو انا حسبت الفوليوم بتاع البودي وحسبت الفوليوم بتاع السيل الافرج سيل، ممكن اقسم ده على ده عشان يجيب لي في الاخر رقم، ويبقى الرقم ده يبقى استيميت للحاجه اللي انا عايز احسبها. اوكي، فبنتكلم عندنا مثلا في السيلز، لو احنا بنتكلم على الافريج سيل في الهيومن بودي بنتكلم على حوالي 10 مايكرون، فمعنى كده لو حسبناه ان هو كيوبيك شيب بنتكلم على ان هي 10 مايكرون دي كيوبد. لو بتكلم على الهيومن ادلت، بتكلم على الفوليوم بتاع الهيومن ادلت، بتكلم مثلا اسيوم ان هو 2 متر تول و.3 متر وايد، فبيسك الفوليوم بتاعه بيبقى عباره عن 2 تايمز 0.3 تايمز 0.3. اوكي، يعني بتكلم على القاعده عباره عن 0.3 سكوير تايمز الهايت اللي هو بيبقى بنتكلم عليه ان هو 2 متر، ففي الاخر بيطلع لي برضو في الاخر الفوليوم بتاعي بشكل معين. لو انا زي ما كنت بقول من شويه assumed ان الهيومن بودي عباره عن سيلز، كله عباره عن سيلز made entirely of cells، يبقى معنى كده لو قسمت انا ال 0.18 على ال 10 مايكرون دي اقدر احصل على estimate للسيلز الموجوده عندي، هي تبقى حوالي 2 في 10 او 17، وده رقم الحقيقه لو احنا بصينا عليها نلاقي ان هو رقم مش بعيد عن الرقم اللي احنا ممكن نتوقعه في جسم الانسان لو احنا عملنا البروبلم دي بطريقه اكزاكت.